ولد الهادي البكوش في حمام سوسة في تونس سنة 1930 للميلاد. انتمى للكشاف المسلم وأصبح قائد فوج عام 46، وفي العام 48 انتمى لجمعية الشبان المسلمين، ثم انتمى بعدها للحزب الدستوري الجديد، ثم انخرط في المقاومة السرية المسلحة للاحتلال الفرنسي. قبض عليه من قبل الفرنسيين بعد اعتقال قيادات الحزب الدستوري في شهر يناير عام 1952، وقضى عامين في سجون الاحتلال الفرنسي بينما كانت الثورة مشتعلة في الخارج. أفرج الفرنسيون عنه في شهر مارس عام 1954، وفي 31 من يوليو عام 54 التقى رئيس الحكومة الفرنسية مع الباي وأعلن استقلال تونس. قبلها انتقل الهادي البكوش للدراسة في فرنسا، وحصل عام 1959 على الإجازة في الآداب والتاريخ والفلسفة من جامعة السوربون. عاد بعدها لتونس وتولى مناصب حزبية، وفي العام 61 أصبح مسؤول الشباب في الحزب الدستوري. عين بعدها واليا على كل من بنزرت وصفاقس وجابس، وكان من الداعمين لسياسة أحمد بن صالح الاشتراكية، حيث اعتقل معه وعزل من منصبه حينما غضب بورقيبة على بن صالح سنة 1969. غير أن البكوش أفرج عنه بعد 50 يوماً وعاد لوظيفة مدنية، حتى أعاده الهادي نويرة مديراً لمكتبه السياسي في يناير عام 1978. غضب بورقيبة على الهادي البكوش مرة أخرى بعدما رتب في المؤتمر العام للحزب الذي عقد في العام 1979 تتويج الهادي نويرة خلفاً لبورقيبة، فأطاح به بورقيبة، ولكن هذه المرة سفيراً إلى ليون ثم الفاتيكان ثم الجزائر، فأبعده حوالي 6 سنوات عن تونس. عاد بعدها الهادي البكوش لتونس ليكون العقل المدبر وكاتب البيان الأول لانقلاب 7 نوفمبر الذي أطاح بالحبيب بورقيبة ونصب زين العابدين بن علي رئيساً لتونس، وأصبح البكوش رئيساً لأول حكومة في عهد زين العابدين بن علي. غير أن سياساته الليبرالية التصالحية مع التيارات السياسية المنفتحة اصطدمت مع عقلية بن علي العسكرية الاستبدادية المنغلقة، وأجبر زين العابدين بن علي الهادي البكوش على تقديم استقالته في سبتمبر عام 1989. بقي البكوش في الظل حتى تمت الإطاحة بغريمه بن علي في 14 من يناير عام 2011، حيث ظهر مرة أخرى ثم توارى إلى الظل من جديد. نتابع في هذه الحلقة والحلقات القادمة شهادته على عصر الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي والثورة التونسية. سلهادي مرحبا بك. ولدت في حمام سوسة عام 1930 حيث كانت تونس تخضع للاحتلال الفرنسي. كيف نشأت في ظل احتلال استيطاني في تلك الفترة؟ في حمام سوسة من القوى الكبرى في الساحل في تونس، منذ الصغر كنت أعيش في محيط وطني. كان والدي رحمه الله في الحزب الدستوري القديم، ثم جاء رئيس بورقيبة إلى البلد في عام 34 وعقد اجتماع بالدستوريين وتأثروا به، وانقلبت الهيئة في أغلبيتها وأصبحت هيئة تابعة للدستور الجديد. نعم. وكان والدي هو رئيس الشعبة الأولى.
ممكن تعرف الناس باختصار ايه الفرق بين الدستور القديم والدستور الجديد؟ احنا لما دخلت فرنسا في عام 1880 واحتلت تونس كان فيه مقاومة. نعم. مقاومة في الشمال على العشائر والقبائل غير منظمة، ما فيها تنسيق. نعم. عمليا ما عطلتش الاكتساح على الجيوش الفرنسية، وقعت كذلك عمليات مواجهات الاحتلال في جهة القيروان. في الحقيقة المواجهة الكبيرة كانت في صفاقس وفي جابس، ولكن كان فيها قوة، كان فيها نظام، وسائل بدائية، واستطاعت فرنسا أن تخضع الشعب التونسي كله لسلطانها. شيئا فشيئا بدأت المقاومة. بدأت في تونس نخبة في النخبة هذه انتاز أولا علي باش حامبا. علي باش حامبا، نعم، علي باش حامبا من أول التونسيين اللي تحصلوا على الإجازة في الحقوق في فرنسا، وكان عثماني. لأن في عام 1910 و11 التونسيين والنخبة كلهم موالين للعثمانيين، وكونوا حركة شباب تونس. هل تعتبر شباب تونس هي أول مجموعة مقاومة ظهرت؟ تنظيم، أول تنظيم وطني سياسي يواجه فرنسا، لا لمطالبة بالاستقلال، ولكن لمطالب بالحريات، بأن نشارك في الحكم، بأن تلبى طلباتنا. وكان قاموا مواجهة أولى مع الاستعمار. هل كانت المقاومة المسلحة الشعبية هذه مسلحة؟ فيه في السنوات الأولى من الاحتلال مقاومة شعبية في الجنوب وفي الوسط مسلحة، ولكن لبعض أيام، وما هي دائمة وما هي منظمة. أما المقاومة السياسية الشعبية العاغمة الأولى كانت في تونس لاحتجاز المواطنين على محاولة التوسع في مقبرة الجلاس في تونس، فيها أموات، وقع استعمال السلاح من بعض المواطنين، كان رد الفعل عنيف. وهذه المحاولة الأولى والمواجهة الأولى هو الشباب التونسي، أبرز زعماء علي باش حامبا. علي باش حامبا؟ باش حامبا، باش حامبا، باش حامبا. ثم حول سنة 20 تكون اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي، ما تطالب بالاستقلال، ولكن تطالب بتمكين التونسيين من المشاركة في الحكم، وبالسير نحو الانعتاق، وبرجوع إلى دستور وقع سنه في تونس في عام 1860. لذلك السبب سمي الدستور. كان من أبرز شخصياته الشيخ عبد العزيز الثعالبي، وكان عبد العزيز الثعالبي يقال أنه أقوى خطيب ظهر في القرن الماضي في العالم. كان خطيبا مسقعا، وكان مثقفا، ولكنه تحمل مسؤولية القضية التونسية بالحزب إلا في أعيان كثيرين. لما انتهى بوجيبة والطه صفار والباحي جيجا من دراساتهم ورجعوا لتونس،
وكتبوا في الصحافة كانوا عندهم طاقة قوية. الحزب الدستوري اللي رأسه الشيخ فعالبي بطلب من القاعدة استقطبهم وأدخلهم في الهيئة. نعم. بعد أشهر عاد قليلة تبين أن نظرة الشباب الجديد ونظرة الحزب وقادة الحزب الدستوري القديم تختلف، ومن مآخذ على الحزب القديم وأنهم وطنيين أكفاء يخافون من الشارع ويخافون من الشعب ويجتنبون السجن، بحيث قالت القضية مقالات صحفية لوائح انشقوا الجماعة هذم عن الحزب القديم، وفي قصر هلال بعثوا الحزب الدستوري الجديد الديوان السياسي. لكن عفوا، هناك قراءة أخرى تقول أن الحزب الدستوري القديم الذي كان يتزعمه الثعالبي وآخرون كان هو الذي يطالب بالاستقلال، ولكن بورقيبة والمجموعة التي درست معه في فرنسا تم دفعهم من الفرنسيين ليسرقوا جهد وتاريخ هذا الحزب في إطار الحزب الدستوري الجديد. هذه في الحقيقة أستطيع أن أقول خرافات، لأن كتاب الشيخ الثعالبي تونس الشهيدة ما في فكرة الاستقلال، ذات كان الاستقلال مستبعد. إزاي مستبعد؟ هل هناك حركة وطنية في أي دولة محتلة لا تضع الاستقلال مطلب رقم واحد؟ لا، لأن الفرنسيين تمكنوا من البلاد وحكم مباشر، وأن نفكر في زوال فرنسا وابتعاد كان شيء صعب جدا. كانت الطلبات الأولى سواء من عند بشحامبة أو من عند الشيخ الثعالبي أو من عند الدستور القديم يلوحوا من حين الآخر يقولوا كلمة الاستقلال، أما الموضوع أن أخذ مكانة في تونس، في حكم تونس مكان، وأن نعمل دستور. بحيث فكرة الاستقلال يمكن أن تقول أول مرة وقع الإعلان عن الاستقلال هو في مؤتمر وطني 47 حضرت فيه كل القوى السياسية، فيها الحزب القديم والحزب الجديد والأحزاب الكل، وفي الشيخ فاضل عاشور، في العروس الحداد من الحكام. هذا أعلن عن إنهاء الحماية الفرنسية وإعلان الاستقلال. إذن المطلب الاستقلال كان مطلبا من الجميع، ولكنه أعلن في وقت واحد من الجميع وليس من بورقيبة أولا في الثلاثين. لا، ولكن في المؤتمر هذا بتاع 46 كان الحزب الدستوري عنصر أساسي فيه. المؤتمر مؤتمر الاستقلال كان الدافع إليه والداعي إليه والمنظم لهذا المؤتمر هو الحزب الدستوري. أنت قلت لمحة تاريخية الآن من المهم أن يلم بها المشاهدون، هو أن تونس أول دولة عربية أسس فيها دستور، وكان ذلك في 1860، لأن كثير من الناس لا يعلموا هذا، وكثير من الناس لا يعلموا لماذا سمي الحزب الدستوري الدستوري إلى الآن. ولو لا أخفيك وأن اعتمدنا في الحركة الوطنية بعد الاحتلال على الدستور اللي وقع سنه في 1860 لأسباب تكتيكية، لأن الحقيقة للتاريخ ونحن نتكلم عن التاريخ، نعم، هذا الدستور وقع فرضه 1860 من السلطة ومن القناص الفرنسيين من الإنجليز، لم يكن بإرادة شعبية حقيقية حماية لجليتهم
وحماية لليهود الموجودين. ولأن هناك يهودي حكم عليه بالإعدام وطبق فيه حكم الإعدام، وقع تداخل قوي من طرف فرنسا وأنجلترا لسن الدستور، ولم يطبق ذلك الدستور. نعم. والشعب في حقيقة الأمر قام ضد، لأن ذاك كان حكم البايات هو الذي كان قائما وكان يستظل بالدولة العثمانية، ولكن استطاعت فرنسا وأنجلترا أن يعزلوا الباي ويعزلوا تونس عن السلطنة العثمانية، وعاما بعد عام يتقلص تأثير السلطان العثماني، وأن فيه صراع بين السلطان من جهة وبين فرنسا. ولكن عمليا من يوم أن احتلت فرنسا الجزائر أصبح النفوذ العثماني شكلي، وفي الحقيقة حكم البيات بتداخل قوي يزداد عاما بعد عام من طرف فرنسا. في صراع بين احتلال الجزائر 1830 و30، احتلال تونس 1881، ولكن بعد 50 سنة أو 51 سنة من احتلال الجزائر. ولكن التأثير الفرنسي في تلك المدة كان حاسما. وحتى الدستور نفسه الباي لما فرض عليه أن يمضي عليه ذهب بالدستور إلى حاكم فرنسا بونابارت في الجزائر ليقدم له عنوان ولاء لفرنسا. سي الهادي، مصر كانت محتلة من بريطانيا 1881 أيضا في الوقت اللي احتلت فيه، أو 82، هنا احتلت 81. الاحتلال البريطاني لمصر لم يكن احتلالا استيطانيا، الاحتلال الفرنسي لتونس كان احتلالا استيطانيا. هل يمكن باختصار تبين للمشاهد الفرق بين الاحتلال الاستيطاني والاحتلال غير الاستيطاني؟ في تونس الاحتلال الفرنسي احتلال مباشر، معناها حافظ أمن في المدينة وفي الريف، الجيش، الإدارات كلها فرنسية، كل فرنسية، ثروات تحت يد فرنسا، الفلاحات، الأراضي الفلاحية، حتى الأراضي تسيطر أغلبيتها أخذها الفرنسيين، الصناعات الفرنسيين. أكثر من هذا، كان عندهم حلم في فرنسا. ما هو؟ أن تصبح شمال أفريقيا تابعة لفرنسا مثل ما كانت في عهد عمان تابع لروما. وفي عام 30 ذكر 1900 المئوية الاحتلال الجزائر و الخمسينية لاحتلال تونس. انتظم مؤتمر افخارستي في تونس، جاءت المسيحيين من كل مكان وعملوا استعراضات رهيبة، وفي هيئات شعفية. انت دخلت بعد ديني في المسألة هنا، تنصير، خطة تنصيرية كاملة، تنصير لتونس، لتونس وشعبها، وشعبها في 1930، في 1930 المؤتمر الإفخارستي. وكانت التاريخ نقول ذلك الإشراف على هذا المؤتمر من قبل من؟ الإشراف هو الباي وكبار علماء الزيتونة وكل المسيحيين، كل المسيحيين جاءوا انطلاقة لخطة تنصيرية كاملة. وأول أعلنوا عنها في ذلك الوقت؟ بالطبع. وكان قاعد علماء الزيتونة؟ أي. والباي؟ أي. وكيف قبلوا ذلك؟ لأن من استولت فرنسا على الأرض وعلى العباد وعلى النخبة. ومؤتمر طب أين كان الدستوريون والمقاومة في ذلك الوقت؟ في عام 30
هذا العام الذي ولدت أنت فيه. كان المؤتمر الإفخارستي اللي هو روما متبعته وفي أنهج المدينة شباب مسيحي بالزي والسواقة موجودة. المؤتمر الإفخارستي هذا كان الفضل الحزب الدستوري بصفة عامة مقاومته، لأن لما نصور الوضع اللي جبت لها مصر، توغل الاستعمار الفرنسي في تونس بنية الحاق تونس للجزائر وتصبح مقاطعات فرنسية من ناحية الاقتصادية، من ناحية السياسية، ومن ناحية الدينية. عشان كده أنتم كتوانسة وجزائريين كنتم تسمى رعاية، تسموا رعاية الدولة الفرنسية؟ لا، هذا ينطبق على تونس وعلى المغرب، لأن النظام في احتلال فرنسا أن الجزائر فرنسية، ما كانش فيها لا باي ولا فيها ملك، وأن سكان الجزائر زي تونس والمغرب كأنهم فرنسيين. بينما في تونس قوا طريقة سياسية يسميوها حماية، الواقع هو هو. والمغرب حماية، بحيث السكان تاع المغرب والسكان تاع تونس يسماو رعاية تاع الفرنسيين، رعاية هذا المنطلق. بحيث أول مواجهات الحركة الدستورية هي التصدي لعمل التنسيق، التصدي للمؤتمر الإفخارستي. اسمه المؤتمر ايه؟ الإفخارستي، الأفروستي، الإفخارستي، الكاريستيك بالفرنسية. أنا لابد ما تعرف وأنا اللي تحديه في فرنسا ولا قاوموا في فرنسا هم قلة. في ذلك الوقت يعني لحد 47 كانت المقاومة المباشرة للفرنسيين ضعيفة. لا لا، على طول احتلال فرنسا دعاة الحرية، دعاة الاستقلال، دعاة مقاومة فرنسا هم قلة. في قلة كذلك موالية لفرنسا، ما كانت تحكم تونس فرنسا إذا لم تكن لها موالون. نعم، ممرون. وعامة الناس وهم أغلبية صامتة يحنون يتضامنون يتفهمون طلبات. ومهمة القلة المناضلة مهمة إيقاظ الشعب، إفهامه وأن دوام فرنسا ليس أبدي، وأن ممكن أن نتغلب على فرنسا، وأن كما يقول بوجيبة يمكن الكف يعاند الإشفة. لكن أنا من خلال قراءتي لتاريخ تلك الفترة، فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي كانت فترة حراك في تونس ضد الاستعمار الفرنسي. لا، مؤتمرات، خطابات، السعالبي وتحركه في الدول خارج تونس أيضا كان يسافر ويحض يتكلم ضد الاستعمار الفرنسي، فلم تكن الأمور متروكة للفرنسيين يفعلوا ما يشاءوا. لا، هم يحكموا فيه قلة، عملوا جرائد في قلة العبد الثعالبي طبعا، كانوا يتكلمون عن حقوق التونسيين، وذاك الشيخ ثعالبي نفسه كان بقى حنين إلى وحدة إسلامية. أما أن يتكلموا عن حقوق التونسيين لا يدل وأن فرنسا ما هي مستولية. نعم، على كل. أما حابين نقول لك دور الحركة الوطنية، الحزب القديم والحزب الجديد، هو إيقاظ الشعب، تجنيده، تنظيمه، دفعه إلى المواجهة. والمواجهة تمت على فترات عديدة مع تخفق، لأن في قمع. نعم، وما نجحت إلا بعد في 31 جويلية 1954. لكن مؤتمر التنصير هذا لم ينجح ولم يؤتي أي ثمار بالنسبة للشعب التونسي. كان المسيحيين، كان فما كنائس، فما
كنائس المسيحية كانت موجودة في أكثر المدن، لكن ما فيش توانسة مسيحيين أصلا. قلة. في العام 46 عمرك كان 13 سنة حينما أصبحت قائدا في فوج الكشاف المسلم، ثم انتميت في 48 إلى جمعية الشبان المسلمين وكان عمرك 15 سنة. هذه جمعيات إسلامية، إيه شكل أو اسمها إسلامي على الأقل، إيه الشكل اللي كنتم صلتكم بالعربة والإسلام إيه في ذلك الوقت؟ لا، احنا ردود الفعل ضد الاحتلال الفرنسي. الدافع الأول هو الحمية الدينية. احنا صغار بالخاص في الساحل ما في كثير من الفرنسيين، يعني ما فيش أراضي فلاحية مثل ما وجدوا في الشمال، ما في أراضي فلاحية. علاقتنا مع الفرنسيين كمواطنين ما عدا الأمن والديوانة والموظفين والمديعين، ولكن ما في جالية فرنسية كبيرة مثل ما هو موجود في الوطن القبلي في شمال تونس حيث توجد أراضي فلاحية كبيرة. بحيث الواعز الأول هو هزيمة، الواعز الثاني كما قلت هو الحكم الأجنبي أمامنا، ما نقبل أن في بلادنا في كل الميادين في كل المستويات الحاكم هو أجنبي وفرنسي، وفما سياسة إذلال. ما أشكالها؟ إيه أشكال الإذلال اللي كنتوا تتعرضوا لها؟ الإذلال وأنا في كل شيء فرنسي، أما الإذلال نبدأ في الجنوب، لأن أهل الجنوب في أنفة وقاوموا وساهموا مع الليبيين ضد الإيطاليين، فما قوة في الجنوب، سلطوا على الجنوبيين حكم عسكري. لابد المواطن لما يمر الضابط يحييه، فيه إذلال تكسير الشخصية. حيث الجنوب كان يعيش في كبت وفي ظلم، حكم عسكري، من العسكري يحكم في كل شيء. في الشمال ايه اشكال شعورك انت الشخصي وانت عمرك 15 سنه بالاحتلال الفرنسي؟ الاحتلال الفرنسي وانا في انا في بلادي وانا عربي. نعطيك مثال، كنا في الكشافه علق علم تونس على لباس التونسيين، وقع ايقافنا وتقديم العدالة، لأن لا يمكن أن نتقدم بالعلم التونسي بدون أن يكون العلم الفرنسي معاه. مثلا يجي فرنسي مسؤول فرنسي، كنا تلامذة، يجمعونا وننشد النشيد الوطني الفرنسي. معنا في بلادنا ولكن يحكم فينا غيرنا. الشعور هذا موجود في الكشافة، بحيث أنا كنت في الكشافة وعلى جمعية الشبان المسلمين وفيها فروع، نلقي المحل، نلقي دروس خاصة ومحاضرات كلها باللغة العربية. طبعا وأكثر اجتماعاتنا الاحتجاجية في مظاهراتنا. أنا أذكر في عام 17 سنة نجمع الشعب في قضايا معينة في المساجد سواء في سوسة أو في تونس، بحيث تكونت الحركة الوطنية خاصة بعد الحرب، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية كنا في الكشافة وفي الحزب الدستوري في الشبيبة الدستورية، عملنا مثلا في عام 48 ملتقى سري في شبان لاستعمال السلاح لإعداد مقاومين للثورة. أنت انخرطت في المقاومة السرية 1948؟ كنت أنا مسؤول في سوسة على تنظيم سري في إعداد الناس للمقاومة، وفعلا من الملتقى هذا تخرجوا عدد كبير من المقاومين. إيه أشكال المقاومة؟ سلاح؟ المقاومة يتعلم السلاح،
المقاومة اللي بدأت في عام 52، المقاومة هذه هي أولا تظاهرات شعبية كبيرة، إرهابات، قطع الأسلاك الهاتفية، عمليات ضد محلات عمومية، اغتيال متعاونين مع الفرنسيين، التعرض للفرنسيين، الهجوم على ضيعاتهم، بحيث الثورة الكبيرة اللي بدأت في 52 اللي دامت 52 أخذت الأوج هكذا، وأخذت مقابل آخر قمع كبير، قمع كبير. أنا دي 52 الانطلاقة الكبرى بعد 18 كانون الثاني يناير، لكن أنت متى انتميت للحزب الدستوري؟ أنا انتميت مبكر، كما قلت كان محيطي الدستوري، كنت معام 13 عام 14 عام في الحي متاعنا في مجموعة مقاومين شباب الدستورية زي واستعراض، وخاصة الوقت اللي كان الألمان استرجعت الحركة الوطنية شيء من الحرية غير معترف بها، ولكن الفرنسيين نظرا مغلوبين على أمرهم والألمان موجودين ما كانوا يلاحقوا أو يعطلوا الحركات الوطنية، بحيث أحظى في كل أنشطة اللي يقوم بها الشباب الدستوري من عام 13 سنة 14 عام، يعني هنقول 45 45 انعكاس الحزب الدستوري قرر أن يعقد مؤتمر في 18 كانون الثاني يناير 1952، ويبدو أن هذا المؤتمر كان يعني سيشكل انطلاقة كبيرة للحزب. المقيم العام الفرنسي الجديد جون هوتلوك قرر منع انعقاد المؤتمر، أنت كنت حاضر في الوقت ده؟ كنت حاضر. ليفهم المستمع المشاهد والمشاهد قصة هذا المؤتمر، وقعت محاولة في غياب رئيس بوقيبة اللي كان في القاهرة في الشرق للتفاهم مع المسؤولين الفرنسيين على إيجاد حلول لما نسميه الأزمة في تونس، لقاءات عديدة بين الأمين العام للحزب صالح بن يوسف وبين المقيم العام، والمقيم العام الفرنسي يعتبر هو الحاكم الفعلي، هو الحاكم الأجمع، هو الحاكم يعني يحكم في الباي ويحكم في الحكومة ويحكم في الناس كل، هو الحاكم. وإحنا هنا برضو هنقول إن الحزب الدستوري الجديد كان فيه رجلان بارزان قويان هما الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف. مش هذا الحقيقة، قول لنا باقي الحقيقة. مش هذا الحقيقة. الحزب الدستوري الحزب القديم انقلبوا عليه شباب في مقدمتهم الحبيب بورقيبة، ومعاهم الدكتور محمود الماطي، البحر جيجا، المنجسلين، طه صفار، لا هذا كل جيل جاء بعد، كل جيل بعد جاء بعد تأسيس المؤسسين جاء بعد. صالح بن يوسف والهادي نوير والمنجسلين وسليمان بن سليمان من كبار الزعماء بيغزوا في 37 36، هذا جيل آخر. والأمين العام هو صالح بن يوسف، ولكن سليمان بن سليمان والمنجسلين والهادي نويرة لم يكونوا أقل منزلة من صالح بن يوسف. الخلاف مع صالح بن يوسف جعل من صالح بن يوسف هو رجل الثاني، الخلاف بينه وبين بورقيبة ولكن في الحقيقة جيل كامل من كبار الزعماء وزعماء أفداث. طه صفار رجل عظيم، ثقافة كبيرة، سليمان بن سليمان استقامة كبيرة وطنية، يساري شوية، وقع خلاف بينه وبين الحزب بعد خرج، بحيث كان حول بوقيبة وفي حزب جديد كفاءات وطاقات فكرية ونضالية. الخلاف ايه جوهر الخلاف بين صالح بن يوسف وبين بوقيبة؟ قبل ما نوصل الخلاف نحب باش يعرفوا في مفاهمات لتلبية رغبات التونسيين،
أول أمر مسي جابس فرنسا في عام 50. وزير خارج فرنسا قال جاء الوقت بس نعترف بحق تونس في الاستقلال الداخلي. ده أول إشارة، هو أول أمر قال استقلال، بعد وقع عليه ضغط تراجع وقال استقلال الداخلي. الفرق بقى بين الاستقلال والاستقلال الداخلي؟ الاستقلال الداخلي هو تصريف الأمور الداخلية، الاستقلال بصفة عامة هو الدفاع والجيش وكذا. وعين مقيم عام جديد للتفاوض في هذا الاستقلال الداخلي 1950، وكانت الحكومة هذه يرأسها السيد محمد شنيق. محمد شنيق نعم، وكان نائب الحزب هو صالح بن يوسف، كان وزير العدل للتفاوض. وكنا متفائلين شوية وأن في تفتح. بعد مفاوضات الحكومة الفرنسية تراجعت عن وعدها، وفي 15 ديسمبر 1951 قالت لا يمكن أن نغير الوضع في تونس بدون تشريك الفرنسيين في المؤسسات المنتخبة البلديات، بدون أن نقر وأن تونس فيها سيادة فرنسية وسيادة تونسية، ما في سيادة واحدة. تراجع كامل على الوحد، الاستقلال الداخلي فقط. تراجع وتراجعوا حتى تراجع هذا. أعلن الحزب وأنا نعود إلى المقاومة، وحدد 18 كانون الثاني مؤتمر لل وقع الإعلان قبل أن يقع المؤتمر في 18 جانفي بكرة في الصباح أوقفوا الزعماء منهم رئيس بوقيبة والجماعة الكل في هذا المؤتمر. حضرت فيه أنا، وهذا المؤتمر أعلن بصفة رسمية الدخول في المقاومة حتى نحقق استقلالنا. هنا أعلنت المقاومة إعلانا رسميا وشاملا في تونس. هو في الحقيقة يناير الإعلان المخصر. الإعلان بدأ حالما اطلع الرئيس الحبيب بوقيبة على جواب حكومة فرنسا للحكومة التونسية في 15 ديسمبر على أن لابد من سيادة مزدوجة ولابد من تشريك فرنسيين، أصبح قال وأن التفاهم انتهى. أنا حضرت في جانفي 52 قبل المؤتمر. نعم، مؤتمر 18 يناير قبل المؤتمر تدرك. في الخطب أعلننا عن أن مش ندخل الحرب، مش ندخل المقاومة. بوقيبة في اجتماع معتزل قال فهمنا مع فرنسا ولكن لم نصل إلى نتيجة، الآن تحدثنا مع العام الفرنسي، لنا أنصار في فرنسا، قمت بجولة في العالم في أمريكا وفي آسيا وفي الشرق، جمعنا الأصدقاء باش يساعدونا، الآن ندخل في معركة. أما نحتاج بعد وحدة الشعب نحتاج إلى شيء. ما هو؟ الدم الدم الدم، المقاومة. مقاومة مسلحة ولا مسلحة. وبعد أيام قتلوا قائد الحامية الفرنسية الكولونيل ديون في سوسة، واغتيالات كثيرة، والمعركة أخذت أوجه عديدة، بدأت من جانفي وانتهت في جويليا، وانتهت لما انتهت تكون نواة لحزب التحرير. معناها فيه عمليات في الجبال وفي المدن، في مجموعات مسلحة طبعا في حيث في 51 فما نواة جيش تحرير. المؤرخين طبعا بيقولوا ان الثورة انطلقت في هذا اليوم، الثورة المسلحة يعني 18 يناير 52، وقبله بيوم قبض على بورقيبة وكل الزعماء الكبار، ثم بدأ القبض على
كوادر كثيرة، وأنت قبض عليك في 23 يناير 52. أي في لا في أوائل فيفري كنا كم. أوائل فيفري. كيف قبض عليك؟ بالطبع بصفتي متحرك كثير في الكشافة في الدستور، ما كانوا يعلموا بنشاطي في التنظيم السري، لأن بالطبع جاءوا البيت ونقلوني. قبضوا عليك من البيت؟ من البيت طبعا. ومن هناك فكر الطريقة اللي الفرنسيين قبضوا بها عليك؟ يجيوا مجموعة من الجند ويدخلوا الأبواب يكسروا الباب ويرعبوا العائلة كلها ويفتشوا كل ما في البيت. من بعد نقعدوا بعض أيام نبدأوا مجموعة مجموعات، منها ما في أكل، ما في فيه تسلط فيه. من بعد عذبوكم ضرب؟ لا ضرب لا، أنا لأشياء مثلا يطلبونا باش نشتغل ونحفر في الثكنة. طيب هل أنت وجدت من زملائك وأصدقائك وأعضاء في التنظيم السري الذي كنت فيه ناس مقبوض عليهم أيضا؟ لا، كل من له قضية معينة. أنت كانت قضيتك إيه؟ أنا قضيتي وأنا في المحتشدات عندي مسؤولية إطار في التنظيم في الحركة السياسية، يمشي الكثير إلى أن يأتي تهمة معينة وتمشي المحكمة. أنا بقيت أقل من عامين 20 شهر ما وجهت لي تهمة معينة، ما عدا عضو ناشط في الحركة الوطنية. لم تحاكم؟ لم أحاكم، اعتقلت فقط. فقط. كيف كانت معاملة الفرنسيين لك في المعتقل في السجن طيلة 20 شهر؟ احنا كنا في المعتقلات، احنا مشينا زعور تبورسق، بعد أطلقوا سراحنا لشهرين وعدنا، عدنا في أواخر نوفمبر، مشينا لرمادة، ثم قضينا في ثكنة تطاوين قرابة العام. كانت المناظرين كل المسؤولين، بالطبع كان معنا سائق المقدم، كان معنا الطيب مهي، كان معنا المجلسين، كان معنا من كثير من شعورك ايه وانت معاك القيادات السياسية كلها معاك في السجن؟ لا وقتك، لان احنا يمكن عندهم امتياز البعض، لان فيه بيت كبير، زنزانة كبيرة. كنا لا في بعض أما في تبوسخ زنزانات، مثلا في تطاوين كان بيت صلاة يعني الفراش على الأرض، ثم كم بعض شخص ثلاثة يعني؟ أو أربعة أسرة، يعني ما عندهم أسرة. ذكر في الغرفة متاعنا كان ساق مقدم عنده أما في جزء من الثكنة لمدة قليلة، ما قعدوش مدة طويلة، المنجسيم وطيب طيب مهي قعدوا. أنت خرجت في مارس 54 من السجن، كيف وجدت تونس بعد عامين من السجن؟ لا احنا كنا نتبعه في تونس. لا ذاك في 54، في مارس 54 وقع تغيير، أدرك الفرنسيون أن القمع الوحشي وأن القتل وأن التعذيب لم يأتي بنتيجة، لم تتوقف المقاومة، لأن المقاومة كانت شديدة والقمع كان شديد. لما أتوا باللفيف الأجنبي، هذا الناس في الجيش الفرنسي من جنسيات مختلفة، من كل الدول اللي فرنسا محتلاها جابوا لكم جيوش؟ لا، اللفيف الأجنبي هي جنود يتكونوا للقيام بالعمليات الوحشية كلها، يسموه اللفيف الأجنبي، معقول؟ لا أخلاق ولا حد، هذوما لرعب السكان. جنسيات في تازركا مثلا
يمشيوا ضد كل المنازل، للنساء يقتلوا قدامهم أطفال، وكانت ضجة عالمية كبيرة ضد فرنسا. جنسياتهم ايه دول؟ جنسياتهم ايه؟ لا هم يولي فرنسيين من كل ورد من كل اسمهم اللي فيه في الأجنبي. لا لا في دول اللي سجلت لهم جرائم بشعة في في الجزائر. في الجزائر هذا ما عرفش كانوا يقتلوا كل لا عندهم في تونس بداوا في مدغشقر وفي تونس وفي الجزائر بحيث فما قمع كبير. لما بقيت المقاومة وتواصلت وفيه ديما اغتيالات وفي عمليات سموها الآن إرهابية، حاولت تغير فرنسا سياستها، ودوت كلوك ذكرته وقع نقلته وأتوا وزعه. هو كان بشع هذا المقيم العام الفرنسي، لأن يعني بقي عاد أن يخيف، سنتين من الدموية في فرنسا. جاء وزع حب يفتح صفحة من التفاهم، والباي استطاع يأيد مطالبنا ويضمن معانا وغالبا يخضع لتعليمات المقيم العام. ودوت كلوك كان شديد مع الباي، خليفته وزار أبوه يعرف الباي، كان يحسن التعامل مع الباي، وحاول الباي وزار وعين حكومة جديدة مزالي، لا محمد مزالي، مزالي آخر، لتقديم بعض اقتراحات وبعض إجراءات خصيصة. في المدة هاكي وقع شيء من الانفراج، ووصل منديس فرانس إلى قبل منديس فرانس؟ قبل منديس فرانس، والبي وبعض من التونسيين كادوا يمشيوا مع السيد وزار اللي بعثته فرنسا. بوقيبة من منفاه وفي عزلته كان بقوة بعث رسالة، أرجع وسام قدمه له البي، قال نحن في ربع ساعة الأخيرة لا تتفاهموا مع الوزار، لأن ما يقدمه الوزار هزيل جدا. هو كان في جزيرة فرنسية في فرنسية في القوة، كان في عزلة تامة، في عزلة تامة. طب إزاي هو في عزلة تامة وكان متابع ما يحدث في تونس؟ كيف كان في عزلة تامة منفيا في جزيرة بعيدة ويتابع ما يجري في تونس؟ من حين إلى آخر جي أخبار منا، وعنده وسائل مثلا الخبر هذا جاي لاكوا مكان معزول في فرنسا، المكان نفسه معزول. ايوه اما من حين الى اخر يستطيع ان يبعث رساله. لكن كان في جالتا اولا ثم في كوا كان معزول. صح بحاجه بوقيبه رفض وعادت المعارك من جديد، قتل المعمرون الفرنسيين، والمحاولة اللي قام بها وزار ولا فيها انفراج السبب في إنهائها في العودة إلى المعارك هو بوقيبة. تاريخيا لما تواصلت المعركة جاء منديس فرانس. أبدأ معك الحلقة القادمة من مجيء منديس فرانس إلى تونس في 31 يوليو، في 8 يونيو 54 عين رئيسا للحكومة الفرنسية منديس فرانس. في 31 يوليو تموز 54 وصل منديس فرانس إلى تونس، التقى مع الباي، أعلن استقلال الدولة التونسية عن فرنسا. نبدأ الحلقة القادمة بإعلان استقلال الدولة التونسية عن فرنسا. شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة السيد الهادي البكوش، رئيس الوزراء التونسي الأسبق وأحد القيادات القديمة في حزب الدستور التونسي. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.